Messo al cover, io creo que ataque yo creo que la el, esos años el messo al cover pero la disculpa la impresión que dice como diciendo que no hicieron un buen partido contra la tercera joven no que tan cerveza no el tema que hemos ahora con esa de Nigeria yani digamos como que هي زي ان هم شافوا الاخطاء يعني من الناحيه دي هو ده بالنسبه له ممكن يكون الاعتذار من وجهه نظر مثلا اعتقد انه كابتن ابراهيم متضايق جدا غضبان ده بص يعني هو مركز في الحته دي فخلاص كابتن ابراهيم لما بيركز في حاجه بدايه التصليح والنجاح ماشي ماشي مدير كوره بقى فلازم الحاجات التربويه حته معنويه للجمهور بتاعك سؤال لا سؤال يعني بس يعني سؤال بس استنى بس انا ثواني بس اخد مكانك بس دي اتفضل لو انت مكانك كابتن ابراهيم هتعتذر؟ اعتذر طبعا انا مش هعتذر انا مش هعتذر ازاي ما اعتذرش انا ممكن اخسر ماتش يا كابتن ابراهيم واخد البطوله اقوى اثنين مديرين كوره اعتذر ليه للناس الزعلانه ما مش وصل لهم طب انت في اول الدوري خسرت استنى بس انت في اول الدوري اول دوري خسرت اول ماتش وخدت البطوله بس بالحب يعني افهمني لازم الناس لازم يكون نقاش ساخن لازم يكون حاسين بالشارع يا مهيب لازم مش معاك لازم لا انا مش معاك معاك كابتن لازم يكون حاسين بالشارع بص يا سيد لازم يكون حاسين بالشارع انت شايف الدنيا كانت عامله ازاي بعد الماتش سواء ناس ماشيه في الشارع او محللين او لعيب الكوره او ناس اللي بتحب مصر بجد او بتحب كره القدم كله محروق دمه فايه المشكله طب اشمعنى جمال بالماضي طلع اعتذر للشعب الجزائري على التعادل مش الخساره بص انا ممكن اقول حاجه للاعلام وجوه الاوضه اقول حاجه ثانيه خالص ممكن وممكن في الاعلام اقول حاجه والعكس بتاعها في الاوضه اللي اقصده يعني اللي اقصده ممكن هو يكون عايز في الفتره الحاليه من خلال معاشرته ما الاهلي مدرسه برضه يا كابتن لا بس انت برضه سيدي انا من المدرسه ده ايوه طبعا انا بقول لك انت من مدرسه الاهلي يعني ايوه ما احنا هو 70 سنه في الاهلي يا مهيب هل كلمه اعتذار على ان الاداء سوء الاداء والنتيجه مخيبه حاجة وحشة لما أقولها للناس عشان أريحهم طب أريحك؟ وأوعدكم بأداء ونتائج أفضل في المرحلة الجاية؟ أريحك؟ هو كيروش ما اعتذرش ولا السولية كيروش ما عشان سيدة هم زعلانين من الانتقادات لا والله العظيم ثلاثة أنا بقول لك أنا لو مكان يعني مش أنت خدت بالك زعلانين من الانتقادات يا كابتن إبراهيم بس باصين انتقادات مش باصين الناس زعلانين يا مهيب يا جماعة احنا خسرنا مباراة المباراة كلنا زعلانين ومتضايقين أنا أعتذر عشان خسرت مباراة وخدت البطولة ما أنا ممكن آخد البطولة لو خسر البطولة بقى لو خسر البطولة بحقك اللي أنت بتقوله ده يا كابتن بعد إيه بقى للناس كلها إيه إزاي بقى؟ أنت خلاص بقى خلاص كل شيء راح أنت خسرت بره يعني هنقدم اعتذارات في المباراة في نقطة ما حدش قالها كتير كروش الماتشات أول ما جه الإعلام والناس الشارع ايه ده الجميل ده ايش ده قوي ده احنا اخيرا بقى معانا طب ما اشمعنى كنت سعيد بالكلام دوت ولما الناس زعلانه لما الفرقه بقت وحش او خساره بشكل وحش بانتقاد فانت زعلان الناس طيب يعني ما اقدرش ليه بتنسى ليه بتنسى ان الناس كانت غلط وكلام كابتن سيد يعني هي وجهات نظر